بلوغين عمر حمدي، والمباراة بين اتحاد الجزائر وفريق شبيبة القبائل لحساب الجولة 26 من البطولة الوطنية القسم الأول. تركنا الشوط الأول لصالح الاتحاد بهدف لصالح الاتحاد عن طريق عمور في الدقيقة 46، أي في الوقت بدل الضائع. شوط أول كان فيها تنافس كبير، ولكن من ناحية المستوى كان متوسطا لحد بعيد. تنافس بين الفريقين، نتمنى أن يكون المستوى أحسن في الشوط الثاني. وكل المعطيات والمبررات تؤكد أن الشوط الثاني راح يكون أحسن من الشوط الأول، على اعتبار تقدم اتحاد الجزائر في الشوط الأول بهدف مقابل صفر. كرة طويلة باتجاه حسين أشيو. حسين أشيو محاولة الفاتح، وتدخل في المستوى من الناس قووي. تدخل في المستوى من الناس قووي، وأخذ الكرة من أمام رجل ربما يسعد برحلي. راسية من فريق جبلين. نذكر بتشكيلة الفريقين في هذه الدقيقة الأولى من الشوط الثاني. شبيبة القبائل قووي، رحو، بوبري، دريوش، زفور، بن دحمان، ضوب، دودان، غازي، صايب ومجوش في الاختيار. بوغرار، محمد لمين، دهام، جودار، بصغير، دويشار، برقيقة ومغراوي. بالنسبة لاتحاد الجزائر، هشام مزاير في حراسة المرمى، مفتاح، غول، عريبي، زغدود، جحنين، عمور، عمار مسجل الهدف، زيري، بلال، غازي، كريم، آشي، حسين وبورحلي في الاحتياط. شريطية، مزياني، ويشاوي، بن شرقي، بوغندورة، دغماني وعبدوني مروان الحارس الثاني والاحتياطي. ثلاثي التحكيم بقيادة السيد محمد بن نوزة كحكم رئيسي بمساعدة بن رحمون وجزار، والحكم الرابع هو السيد قسطلي. وشوط ثاني ينتظر منه الكثير، وخاصة من جانب الجمهور الحاضر، الجمهور الغفير الموجود اليوم بملعب عمر حمادي. تماس لأشو حسين، غازي بالعقب من أشو، تخرج إلى تماس لصالح إبراهيم زفور، يدخل بقفزات في هذه المرحلة الثانية. يشتكي من برد على مستوى اليدين، خطأ يقول السيد بنوزة لصالح فريق الشبيبة، شبيبة القبائل، من تنفيذ بن دحمان والناس. تكون طويلة عالية مباشرة لغازي في اشتراع مفتاح فوق عليه، ثم صيب موسى من هناك يوزع، ولكن طويلة على منير دوب، وتخرج فوق بالرأس على إبراهيم زفور، ثم رأسية أخرى ولكن تضيع. نور الدين دريوش، إيمان رحو، وكرة تضيع بعد ضغط من فريق جحنين في هذه الكرة، ثم تزيري ضيع الكرة، و بن دحمان في التغطية، ومخالفة من محي الدين مفتاح. ربما يتعمد التدخلات القوية على غازي، لأنه خطأ واحد فقط ربما سيكلف الكثير. وتدخل بن دحمان بعد ما فقد أعصابه قليلا، وتنفذ هذه المخالفة. سليمان راحوا على الجهة اليمنى، راح يفتح من هناك، خطيرة تمر على الجميع وأمام الجميع مباشرة إلى ضربة مرمى لصالح مزاير هشام على الصورة. ويبقى التفوق دائما لصالح اتحاد الجزائر أمام شبيبة القبائل. 3 دقائق بعد انطلاقة الشوط الثاني من هذه المباراة القوية والمثيرة، على الأقل كان منتظر منها هذا الشيء. لحد الآن ما شفناش أشياء كثيرة في هذه المباراة. يسعد بورحلي، عمور، تغطية جيدة من نور الدين دريوش، التفوق لصالح نور الدين دريوش. والناس بن دحمان، زفور إبراهيم من هناك، موسى صايب، حراسة فردية مضروبة عليه، يتمكن من تمرير الكرة لنصر الدين مجوج، ثم إلى منير أو إلى نور الدين دريوش، وفي الأخير الكرة إلى التماس في محاولة لفسح المجال للمسعفين، تقديم الإسعافات الأولية لعمور عمار ليعاني من إصابة منذ عدة أسابيع. ربما هذا الشيء اللي أثر على مستوى اللاعب، لأنه وصل إلى مستوى عالي جدا في جولات سابقة، لكن يبقى متأثر بإصابات في كل مرة تتجدد، لأنه نور الدين ربما ما استفادش من فترة راحة طويلة عدا بعض مقابلات كأس الجمهورية.
ذكر ان اول مقابله جمعت بين الفريقين كان جرات في موسم 69-70 بين الاتحاد تفوق على الشبيبه بهدفين لصفر، ولقاء العوده كان تعادل في الفريقان بهدف مقابلات. وهذه هي المباراه لقاء رقم 42 واخر لقاء، واللقاء رقم 42. التفوق يبقى للاتحاد اللي موجود في وضعيه جيده هذا الموسم للحفاظ على لقب المحصل عليه الموسم الماضي عكس شبيبه القبائل اللي ما لقتش نفسها في الجولات او في السنوات الاخيره في بطوله القسم الوطني الاول، رغم تألقها على المستوى القاري بفوزها خلال المواسم الثلاثة الأخيرة بكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. إذا التفوق لصالح الاتحاد بهدف مقابل صفر أمام شبيبة القبائل. كرة لطرق غول إلى هشام زاير، طويلة أمامية بالفعل باتجاه يسعد بورحلي، لكن تفتك منه الكرة مباشرة إلى سليم عريبي. سليم عريبي مراوغة أولى، ثانية، المراوغة الثالثة خاطئة، ومباشرة إلى منير زغدود. منير زغدود حسين أشيو، تماس لصالح دفاع الشبيبة. الجهة اليسرى من هناك حكيم بوبريط. حكيم بوبريط نور الدين ربما أعقل لاعب في شبيبة القبائل، وهو اللاعب الأكثر تتويج إلى جانب عزيز بن حملات الغائب في هذه المقابلة وحتى في المقابلات الأخيرة. كرة في وسط الميدان، يتفوق فريد جحنين على فريد غازي، ثم كريم غازي وأشي حسين في الطويلة ودخل بن دحمان، ثم إبراهيم زفور، بوبريط، ضيع جحنين في وسط الميدان، عمور يراوغ ممتاز وخطأ وربما بطاقة صفراء فعلا الرقم 6 بن دحمان. البطاقة الصفراء الثانية يعترف بذلك، لأنه شوف الإعادة، تدخل من الخلف والمراوغة الممتازة، فنيات عالية جدا لهذا اللاعب عمور، سيكون له شأن كبير جدا إذا كان سلم من الإصابات مع المنتخب الوطني خاصة، ومخالفة على بعد سيشكل ربما خطر على الحارس الونس قاوي. بلال زيري نور الدين في لقاء امام اتحاد البوليده من نفس الوضعيه تمكن من تسجيل هدف، ربما راح يجرب حظه في هذه الكره. يلا خليك مع التعليق، هذه المخالفه. اذا امام الكره الثنائي بلال زيري وطارق غول، وضعيه ربما مناسبه جدا. في الاخير طارق غول يفضل تسديد لكنها بعيده كل البعد، واحتجاجات من بلال زيري وكأنه لم يتفق معه بخصوص هذه الكرة. الاحتجاجات ترافق بلال زيري، إذا كان ما فيش احتجاجات ما فيش بلال زيري فوق أرضية الميدان كالعادة. وكرة قبائلية لإبراهيم زفر، صيب ضيع الكرة، شوف الصراع في وسط الميدان. زغدود يخلي الكرة لصالح هشام زاير. صعوبات في اتقان تقنيات الترويض، ترويض الكره. عمور عمار يخلي الكره لزيري، ثم اشو حسين ما شفناش كثير، ثم عمار عمور الكره تضيع له، ويتدخل ابراهيم زفور مباشره الى تماس، يلعب على اعصابه ابراهيم زفور، صيب يسترجع الكرة بعد مجهود. الكرة سهلة للحارس الوناس قواوي. والمتتبع نور الدين للدقائق الأولى من الشوط الثاني ما يعرفش بأن الاتحاد متفوق، ما دام الاتحاد ما زال في وضعية هجوم في حين الشبيبة تبقى راكنة إلى الوراء وفي الدفاع بخمسة مدافعين، وكأنه الأمور كأنه فريق الشبيبة راضي بالوضعية. ولكن هذا يعني ان توصيات الطاقم الفني لفريق الاتحاد هو انه يبقى في منطقه الشبيبه حتى ما يترك لهاش الحريه في العوده في هذه المباراه. تشوف الكرات الصعبه، وفي كل مره شكون يسقط فوق ارضيه الميدان هو عمور بعد التدخل تاعه، تدخلات قويه من الدفاع بعد خطا من اللاعب بن دحمان، وتدخل زفور في اخر لحظه الى الركنيه على الجهه اليسرى للوناس قواوي.
قلت ان فريق الاتحاد بعد هذه بعد الشوط الاول يبقى في منطقة الشبيبة وركنية ودردين دريوش بالرأس صايب ضيحة امام فريق جحنين. كريم غازي وضعي التسلل طبعا لصالح الشبيبة المنهزمة الى حد الان بهدف مقابل صفر. نذكر ان الشبيبة كانت انهزمت في او تعادلت في المقابلة الاخيرة امام اهل البرج بهدف مقابل هدف، في حين الاتحاد عاد بنقطة من سطيف امام الوفاق. خطيرة، شوف الخطأ، كان الاتكال بين لاعبي دفاع الاتحاد وكاد منير دوب ان يعدل النتيجة. كان خسرته فقط بعض السنتيمترات ولكن بكلمة لو نفعل الكثير. هو خروج مفاجئ لمنير دوب من وراء الكل في محاولة ربما وكاد يخادع دفاع فريق اتحاد الجزائر ليبقى محافظ على الشباك ونظيفة حتى الآن. هدف مقابل صفر أمام شبيبة القبائل بعد مرور 11 دقيقة من الشوط الثاني. عمور في وسط الميدان تفتك منه الكرة عن طريق إبراهيم زافور مباشرة إلى التماس. طارق غول، بلال زيري، طارق غول ثانية ربما إلى فريق جحنين، في الأخير إلى مفتاح محي الدين. هشام زاير وانخفاض في مستوى المقابلة في هذه الدقائق الأولى من الشوط الثاني. سليم عريبي، حسين أشيو ما وجدش نفسه اليوم، ما كانتلوش كرات في المستوى، بل أكثر من هذا أنه أخطاء ارتكبها كثيرة حسين أشيو لحد الآن. إبراهيم زافور باتجاه موسى صايب ثم تماس صالح شبيبة القبائل. حكيم بوبريت في تنفيذ هذه الكرة. إبراهيم زافور طويلة أمامية باتجاه منير دوب لكن مباشرة إلى هشام مزاير. يعني عزلة كبيرة يوجد فيها مهاجمي شبيبة القبائل منير دوب وغازي في المقدمة. مفيش مساعدة، مفيش لاعب على الأجنحة من جانب الشبيبة على الجناحين الأيمن والأيسر، وتركيز اللعب ربما على وسط الميدان وحتى وسط الدفاع وين نوجد ثلاث لاعبين. شوف الآن التواجد أو تمركز لاعبي الشبيبة يبين بوضوح الخطة المتبعة من جانب الطاقم الفني للشبيبة. تماس لصالح الاتحاد. طرغول في عادة هذه الكرة وتنفيذ تماس اتجاه عمور. تغطية جيدة، صراع ثنائي التفوق للخبرة من جانب نوردين دريوش. كرة على الجهة اليسرى من هناك إبراهيم زافور. إبراهيم زافور باتجاه فريد غازي إلى موسى صايب الوراء. طبعا ايقاف المباراة بعد اخلاء الملعب. الالعاب النارية اللي الغير مرغوب فيها طبعا في التي لا تتناسب وطبيعة ارضية ميدان عمر حمد. كرة اذا لصالح من؟ لصالح الشبيبة. إذن كرة في وسط الميدان لصالح الشبيبة على الجهة اليمنى. سليمان رحو، نوردين دريوش إلى إبراهيم زافور. كرة طويلة إلى سليم عريبي. حسين أشيو من هناك على الجهة اليمنى يوقف كرة لكن التوقيف وتوقيف الكرة ماهوش في المستوى. مباشرة إلى التماس. كرة في وسط الميدان فريق جحنين. بلال زيري تفتك منه الكرة إلى نوردين دريوش. كريم دودان طويلة أمامية. هنا ربما بالنظر لمجريات المقابلة ممكن رايحين نحضر إلى تغيير من جانب شبيبة القبائل نوردين. ومع عز الدين مغراوي في تهيئة نفسه.
ياخذ مكانه في صفوف فريقه بعد مرور ربع ساعه من الشوط الثاني. والتفوق للاتحاد اللي راه يتحصل على مخالفه على بعد اكثر من 30 متر من مرمى الناس قووي. هذه المره راح يكون التنفيذ لبلال ديري من بعيد، ارضيه صعبه هذه الكرات على الحراس، ولكن تمكن منها الناس قووي بسرعه لابراهيم زفور على الجهه اليسرى. توصل الكره لبوبريت ثم منير دوب في العمق بعيده، تغطيه من سليم معريبي خليها تخرج للتماس على الجهه اليمنى. ربما بعد قليل راح ياخذ مكانه مغراوي عزين في صفوف الشبيبه، لعله يعطي النفس الذي ينقص الهجوم القبائلي في هذه المباراه امام دفاع منظم وقوي للاتحاد متكون من طرغول، محي الدين مفتاح، وكذلك زغدود بالاضافه لسليم عريبي. ربما راح يكون لا تماس قبل ان يكون فيه التغيير. سليم عريبي عاشق حسين، طويلة كرة من عريبي لعمور، اسهل لابراهيم زفور، طويلة لكن ضيع. وسط ميداني كريم دودان، سيف ثم بجوج، غازي مضطر انه يرجع الى وسط الميدان ربما حتى توصل له الكرات اللي راه محروم منها تقريبا منذ بدايه اللقاء. صايب في وسط الميدان في صراع يتفوق عليه الثنائي عريبي وكريم غازي اللي ضيع الكره بدوره لبن دحمان، ثم هجوم معاكس على الجهه اليسرى لصايب موسى. خطيره هذه الكره التي يضيعها يقطعها فريد جحنين، ممتاز هذا اللاعب في هذه المباراه، ولكن كرته لم تكن في مستوى التدخل الاول وتخرج الى تماس لصالح الشبيب. والتسرع والسمه الغالبه على اغلب اللاعبين في هذه المباراه خاصه من جانب الاتحاد لما يكونوا في حاله الهجوم. بوبريط، حكيم بوبريط، المراوغه، تمرير الكره لكن اطول من نصر الدين مجوج، ومباشره ضربه مرمى لصالح هشام مزاير امام طبعا تشجيعات مناصري الاتحاد لفريقهم اللي لحد الان متفوق بالنتيجه هدف مقابل صفر منذ الوقت بدل ضايع من الشوط الاول عن طريق اللاعب عمور وغازي. خروج غازي وتعويضه بعز الدين مغراوي. اذن اول تغيير في المقابله، عز الدين مغراوي ياخذ مكان فريد غازي في هذه المباراه. منير زغدود، طويلة أمامية من هناك باتجاه من؟ مباشرة إلى الدفاع عن طريق كريم دودان، نور الدين دريوش. كرة إلى محي الدين مفتاح، تفتك منه الكرة أمام عز الدين مغراوي في أول لمس للكرة. منير دوب، رغم المجهودات اللي حاول بذلها أنه ما فيش نتيجة لحد الآن بالنسبة لمنير دوب اللي موجود معزول. عمور محاولة المراوغة ينجح في الأولى رغم المسك من القميص، المراوغة ويبقى يحافظ على كورته ويمرر لبلال زيري لكن توقف هذا الأخير. بلال زيري يتوقف وما يفهمش ربما تمريرة من عمور، وكرة سهلة ضايعة من جانب فريق اتحاد الجزائر. مليحة ولكن التجاوب القدم بالنسبة لتفكير وفكرة عمور لم تكن في مستوى طلب الكرة من زيري في هذه اللقطة الأخيرة. كرة في وسط الميدان، حسين أشيو. حسين أشيو حافظ دائما على الكرة، ربما يمرر باتجاه من؟ يترك الكرة ليسعد بورحلي. يسعد بورحلي مراوغة أولى وخطأ. مراوغة أولى وخطأ يرتكب عليه من اللاعب حكيم مبرد. خالف أمام الكرة الثنائي، نشوف اللقطة المعادة، إذا خطأ واضح على يسعد بورحلي وقرار صعب بالنسبة للحكم. ثلاث لاعبين من جانب الاتحاد أمام هذه الكرة. بالأخير يتركوا الكرة لحسين أشيو. حسين أشيو داخل منطقة العمليات لكن تغطية جيدة من الدفاع. تبقى الكرة لصالح الاتحاد. جحنين. مفتاح. مفتاح مراوغة أولى، ثانية ناجحة وبصعوبة. طرغول مضطر للعودة إلى الوراء إلى هشام زاير.
هشام ظاهر إعادة الكرة من حيث أتت، هذه المرة إلى عمور. سليم عريبي، عمور ثانية، طارغول، عمور ثانية، كرة صراع ثنائي بين عمور ونور الدين دريوش، ونور الدين دريوش يتفوق في الأخير. وتعود الكرة قبائلية، موسى صايب، عز الدين مغراوي، توقيف الكرة، سليمان رحو دائما في الهجوم، سليمان رحو في محاولة المراوغة وتفتك منه الكرة، سليمان رحو. وصعوبة الرؤية بالفعل من هذه الزاوية، وهي الأشياء الجديدة في ملعب عمر حمادي، ربما تفاديا لأي أعمال عنف ممكن تحدث، لكن تصعب من مهمة مصورينا والطاقم الفني على العموم في إخراج مباراة بشكل لازم وبشكل الذي يريح المشاهد الكريم. 21 دقيقة من الشوط الثاني، دائما التفوق للاتحاد، وكرة في وسط الميدان لصالح الاتحاد. غازي ثم الزيري يطلب الكرة، أشيو من هناك توصل له في العمق، يقطعها دريوش، ثم بجوج نصر الدين قل نشاطه كذلك في هذا الشوط الثاني. صايب لا يضيعها، ثم الزيري في العمق فيه وضعية التسلل، بضع سنتيمترات ربما لسعد بورحلي وليس لحسين أشيو. كرة لإبراهيم زفور، نصر الدين بجوج يحتفظ بالكرة في وسط الميدان لعز الدين مغراوي، يدخل منذ لحظات يضيع الكرة، تصالو ترغول ثم يزاد يساعد بورحلي، راح يراوغ الأول ثم الثاني، لا ما يمرش أمام عودة كريم دودان. سليمان راح صايب فوق عليه منير زغدود، ترغول يحتفظ بالكرة لعمور على الجهة اليسرى، راح تكون خطيرة هذه الكرة، يدخل منطقة عملية يراوغ الأول ثم خطأ فعلا، إذا كان فيه بطاقة صفراء، لا ما فيش بطاقة صفراء لأنه تحصل على بطاقة صفراء أولى. محمد بنوزة يعطي فقط مخالفة، شوف هنا الإعادة، اعتراض كان ممكن جدا أنه يتحصل على بطاقة صفراء ثانية، وكان ذلك يعني الطرد والبطاقة الحمراء، ولكن نحن في هذه المخالفة على الجهة اليمنى وقريبة وصعبة لقبوي الوناس، الكرة ثابتة ومخالفة خطيرة أمامها طارق غول بالصاحب التسويبات القوية باليسرى وصاحب الكرات الدائرية لديري بلال. بلال من هناك، هدف ثاني لا ضيع، ممتازة بعد هذه الكرة، ومفتاح في وضعية المهاجم، كاد أن يضيف الهدف الثاني والكرة تمر بضع سنتيمترات فقط على القائم الأيمن. شوف الإعادة في العمق، كان وحده مسعود، وربما الكرة واللقطة خطيرة لصالح الاتحاد، والحكم الشيطاني يقول أنه فيه ضربة مرمى، ما فيش خطأ على حسين أشيو. قلت نور الدين اللقطة الأخيرة، ربما نور الدين ومفتاح ما كانش ينتظر هذه الكرة. دخل من هناك مفتاح، يقول السيد الحكم مخالفة لصالح مغراوي، يتركها لسليمان رحو على الجهة اليمنى، يرجع إلى الخلف لدريوش أمامه صايب، يفضل زفور في وسط الميدان، مغراوي بالعقب كالعادة، ويلا ثم سليم عريبي بالرأس فوق على دوب في وسط الميدان، طارق غول لسعد بورحلي على الجهة اليسرى، حاول مراوغة يراوغ وخطا مخالفة، يقول السيد بنوزة فعلا هذه المرة مخالفة. ديري بسرعة في العمق ليسعد بورحلي، شوف هنا الحيلة تاع اللاعب، إذا كان ديري هنا لعب مع يسعد بورحلي اللي كان منذ لحظات فقط بذل مجهود أنه ما استرجعش أنفاسه ولعب عليه، كان ممكن أنه يلعب في اتجاه آخر ومع رفيق آخر. زغدود منير في وسط الميدان، في وسط الدفاع عفوا، محي الدين مفتاح ثم طارق غول، جحنين واحد اثنين مع زيري يضيعها،
ثم كرة لبن دحمان بالعقب دريوش، كرات خلفية وعرضية لا تساعد تماما فريق الشبيبة في التقدم نظرا للحصار المضروب على كل عنصر من الشبيبة من طرف عناصر الاتحاد. تماس على الجهة اليمنى مغراوي، مغراوي لكريم دودان، كريم دودان كان يلعب في الاتجاه المعاكس، هذا يعني اشياء كثيرة، انه مضطر ربما العودة الى الوراء، ربما اللقطة المعادة تبين الوضعية اللي كان موجود فيها كريم دودان. كرة لصالح الشبيبة، موسى صايب، ابراهيم زافور، يعني صعوبات يوجدها فريق الشبيبة في هذه الكرات. كريم دودان يستعيد هذه الكرة، حكيم بوبريد افتك الكرة، الحكم يقول فيها خطأ لصالح الاتحاد، تنفذ بسرعة الكرة، بلال زيري، بلال زيري وشيفار بالكرة، محاولة المراغة واعتراض وخطأ لصالح الوناس أو على الوناس. بن دحمان وحديث ربما بطريقة غير رياضية بين بلال زيري ويسعد بورحلي، كرة تنفذ بسرعة لحسين هاشيو، حسين هاشيو ينجح في المراوغة، يفتح بالفعل لكن في القائمة الثانية وين موجود رحو سليمان، رحو سليمان يمرر كورتو لعز المغراوي يدخل في الشوط الثاني، التغيير الوحيد لحد الآن في المقابلة ومن جانب شبيبة القبائل. إبراهيم زافور، حكيم بوبريط، حكيم بوبريط يمرر الكرة لنصر الدين مجوج، تعود إلى الوراء، كريم دودان، كريم دودان في محاولة المراوغة تفتك منه الكرة لكن الحكم يقول أنه فيه خطأ، حكم قريب من هذه الكرة. كرة دائما لصالح الشبيبة أمام الكرة موسى صايب. حتى العدد في الهجوم قليل ولكن فيه ست لاعبين في منطقة الشبيبة، وكانوا الدور تاعهم مجمد في هذه اللقطة، ما دام أن الكرة راح تكون إلى الأمام، صعود إبراهيم زافور، يبقى بن دحبان وكريم دودان في الدفاع. طارق هو اللي يفضل ترك الكرة تمر مباشرة خارج أرضية الميدان، ربما ربحا لثواني قليلة لكنها ثمينة وقد تكون مؤثرة على أعصاب عناصر شبيبة القبائل. كرة في وسط الميدان باتجاه عمور، يتفوق على هذه أو يتفوق بهذه الكرة بلال زيري أمام عدد كبير من المدافعين لكن كرته طويلة مباشرة إلى الوناس قواوي. هذه لقطة كان ممكن منذ خمسة وستة وإلى سبع سنوات كان ممكن أنه ديري يلحق بها، دائما أخذ ورد كرات عشوائية وضائعة من الجانبين، هي ربما تعبر تبين مستوى المتواضع للمقابلة خاصة في شوطها الثاني. بلال زيري إلى الوراء مباشرة إلى التماس، بلال زيري وعودته بالكرة إلى الوراء في الأخير يضطر إلى التماس. نور الدين دريوش، الفتح باتجاه مونير دوب، كرة بين الجميع في الأخير، تغطية جيدة من دفاع الاتحاد بقيادة منير زغدود، وضربة مرمى لصالح هشام زاير. ملاحظ كذلك أنه الشبيبة تلعب بلاعب هجومي حقيقي فقط هو منير دوب، لأنه مغراوي يلعب كوسط هجومي وبالإضافة إلى مجوج، ما فيش في الوقت اللي نشوفنا في الاحتياط يوجد نور الدين دهام، كان ممكن انه يعطي اكثر وزن لهجوم الشبيبه امام دفاع متجمع ومنتظم منظم. وطبعا نور الدين ربما اختيارات تكتيكيه للطاقم الفني للشبيبه، لا لا نناقش الاختيارات ولكن هذه ملاحظات فقط كمعلقين وكمشاهدين في هذه المقابلة اللي مر عليها 29 دقيقة من المرحلة الثانية. في وسط الدفاع الشبيبة من هناك ويدخل منير زغدود والحكم يقول تواصل اللعب. قرر طرق غول بعد فتحة من سليمان، رحوا بسرعة وإعادة هذه المرة
لصالح طارق غول على الجهة اليسرى بعد خطأ من في تفيد التماس من رحو. الآن 30 دقيقة تمر من المرحلة الثانية، تفوق لاتحاد الجزائر ليبقى بهذه النتيجة يحتفظ بالفارق عن الثاني بأربع نقاط في حالة ما إذا افترضنا فوز الاتحاد البوليدة بتيموشنت على مولودية وهران. في وسط الميدان الكرة لصالح الشبيبة ثم تدخل رحو لعزدين مغراوي على الجهة اليمنى، يحتفظ بالكرة أمامه طارق غول يفتح وسهلة لهشام طاير بسرعة على الجهة اليمنى، من هناك للدزيري بلال. الحكم يقول أن المساعد يقول أن الكرة خرجت وضربة مرمى لصالح الاتحاد. الحين بن دحمان في كلام ليس في وقته وليس مناسبا تماما، لأن القرار اتخذ والكرة خرجت على الخط الخلفي ولصالح الشبيب أو لصالح هشام زايد. وتغيير هذه المرة خروج دودان، التغيير الثاني ودخول نور الدين دهام، تكلمنا عليه منذ لحظات فقط، يأخذ مكانه في 13 دقيقة الأخيرة هذه من المرحلة الثانية ومن الوقت الرسمي للمباراة. والتفوق لصالح الاتحاد الجزائر أمام شبيبة القبائل بهدف وقبل صفر. وما فيش رد فعل حقيقي من جانب فريق شبيبة القبائل في هذا الشوط الثاني على الهدف المسجل من جانب الاتحاد، لحد الآن ناجح في تسيير المرحلة الثانية بذكاء، نقول هذا بكل تحفظ قبل نهاية المقابلة بحوالي 13 دقيقة. كرة صراع ثنائي، التفوق لنور الدين دريوش أمامه عمور، نور الدين دريوش يمرر كورته إلى عزيز مغراوي، كورته ضايعة إلى بلال زيري، طارغول طارغول إلى عمور أو يسعد بورحلي، كورته يسعد بورحلي ضايعة بعد ما اللاعب والمدافع الأيسر طارغول ما تابعش هذه اللقطة، لأنه كان من المفروض أنه يكون في وضعية مهاجم أيسر. زافور إبراهيم والناس بن دحمان، والناس بن دحمان من هناك، حكيم بوبريط، إبراهيم زافور، بن دحمان ثانية، عز الدين مغراوي، راحوا سليمان على الجهة اليمنى يبحث عن الفتح، في الاخير يفضل انه يراوغ وفتح بالقدم اليسرى تسديده قويه لكن تصطدم بالمدافع منير زغدود. الكره ربما تجاوزت الخط، شيقول الحكم قريب من هذه الكره، كره لصالح شبيبه القبائل. هنا ربما كما نشوف نور الدين انه صعود كلي لعناصر الشبيبه. سبع لاعبين في منطقة اتحاد الجزائر بغض النظر طبعا عن منفذ الركنية. مباشرة إلى بلال زيري، حذاري من الهجمة المعاكسة بالنسبة لفريق شبيبة القبائل، تمريرة عمور ما توصلش، تمريرة عمور ما توصلش، لكن يضطر يسعد بورحلي للعودة إلى الوراء. بلال زيري تفتك منه الكرة عن طريق بن دحمان، موسى صايب، موسى صايب يمرر الكرة لكن في استقبالها منير زغدود، الكرة صارت دور بشكل سريع بين اللاعبين. يسعد بورحلي على الجهة اليمنى، تغطية جيدة، الآن صعود نصر الدين مجوج، نصر الدين مجوج إلى موسى صايب، موسى صايب اللي ربما من الناحية البدنية ما يقدرش يكمل المقابلة كما بدأها. كرة دائما لصالح شبيبة القبائل، نور الدين دهام تفتك منه الكرة، لقطة لصالح يسعد بورحلي، كرة ربما أسرع وبالفعل يوصل عليها والناس قوي، والناس قواوي في وضعية مدافع أوسط يكون أسرع من يسعد بورحلي وإنقاذ الموقف. تماس يتنفذ بسرعة، فيه خطأ لصالح كريم غازي، ودائما كل اللاعبين يتحدثوا مع الحكم السيد محمد بن نوزة، مخطئ أو مصيب. كريم أو فريج حنين إلى بلال زيري، محي الدين مفتاح، بلال ثانية مفتاح، دائما فريج حنين يمرر كورتو إلى طارق غول، في الأخير تماس لصالح الاتحاد. إذن ربما الهدف بالنسبة للاتحاد الآن هو تسيير
ما تبقى الدقائق المتبقية من المباراة اللي هي 9 دقائق او 10 دقائق. كرة للوناس قووي هنا نردين في المقابلة ربما شاهدنا هدف وفقط. فعلا وصراع بدني كبير على الكرة في وسط الميدان، خاصة التفوق كان لصالح الاتحاد، النزعة ربما الدفاعية اكثر لصالح من جانب الشبيبة. ما خلناش نشوف اكثر لقطات في الهجوم بالنسبة للشبيبة، في حين الاتحاد عندما سجل الهدف الاول في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول كان ذلك كافيا له للاحتفاظ بهذه النتيجة الإيجابية. نور الدين دهام طبعا نقص المنافسة بعد غياب طويل وإصابة خطيرة، يعود إلى الميادين، هذه المباراة الثانية له بعد مدخل في مباراة الشبيبة بأهل البرج، وكرة لصالح منير دوبي الأول ثم الثاني، يقول الحكم ما فيش خطأ بعد عودة غازي لما يتعبش تماما، ثم حسين عشو في العمق ولكن ما وصلتش الكرة، كان طبها في العمق وأطول يسعد بورحلي، ولكن عودة إبراهيم زفور. كرة لسليمان رحو لدهام يلعب الكرة ولكن تضيع، سهلة لهشام مضايط بسرعة لسليم عريبي القادم هذا الموسم من شباب أوراس باتنا. تماس لصالح الاتحاد الذي يتجه رويدا رويدا لتحقيق الفوز 14 في 26 مباراة، انهزم في 5 مناسبات وتعادل في 7 المتبقية. رحو ثم الصيب، رحو سليمان، كان فيه مسك من القميص ما شافوش السيد الحكم من جحنين على صيب، الكرة ترجع لموسى صيب ثم مراوغة من مجوج في العمق لدهام، ما توصلش الكرة بعد عودة سريعة للدفاع، دفاع اتحاد الجزائر طويلة ومفتاح كذلك، مباراة في القمة لمفتاح بعد صعوبة في بدايتها. مراوغة من الوناس قواوي لعمور، انا ربما حب يبين انه قادر انه يراوغ وعنده فنيات مثل عمور، ولكن الناس حذاري من الاخطاء اللي ممكن يرتكبها، اللي خطا مثل هذا نور الدين كان كلفه غاليا امام شبيبه بجايع في المقابله الاولى لبطوله القسم الاول، وين الشبيبه الجويه كانت فازت على شبيبه القبائل هدف مقابل 0. هشام زاير في تنفيذ هذه الكره باكثر راحه ما دام التفوق يبقى لصالح اتحاد الجزائر. كره طويله باتجاه عمور، ابراهيم زفور في استقبال هذه الكره ثم موسى صايب وكريم غازي، حكم السيد بنوزه يقول انه فيه خطا لصالح الشبيبه. ابراهيم زفور، ابراهيم زفور تقص الكره لصالح اتحاد الجزائر لكن تعود لصالح الشبيبه عن طريق نصر الدين مجوج. نور الدين دهام، نور الدين دهام، نور الدين مستفيد الاكبر الموسم الماضي من تمريرات عمور ما دام كان جنبا الى جنب في جمعيه وهران. عمور يتوغل يمرر كره الى يسعد بورحلي لكن من الخلف، هنا كره ربما التمريره ما كانتش في المستوى ليسعد بورحلي، يلحق على الكره يعيدها الى الوراء. طارغول، طرغول باتجاه يسعد بورحلي وتغطية جيدة من دفاع الشبيبة عن طريق ابراهيم زفور. سليمان رحو، سليمان رحو طويلة امامية من هناك تجد في استقبالها المدافع مفتاح محي الدين، وعمل كبير كذلك على هامش الملعب من المدربين ومن الطاقم الفني بشكل عام تحسبا او تفاديا لاي خطا قد يرتكب، والخطا المرتكب طبعا نور الدين سيكون مكلف ما دام المقابله في دقائقها الاخيره. موسى صايب محاوله التسديد، تبقى الكره لصالح شبيبه القبائل دائما عن طريق رحو سليمان،
دائما كرات لصالح نصر الدين مجوج، اخذ ورد في الاخير مفتاح، ثم زفور بن دحمان مقصية من منير دوب. مش يقول منير دوب، ربما يقول انه فيه لمس باليد، لكن الحكم قريب من هذه الكرة. تماس سليمان راحو الى بن دحمان، كريم غازي، بلال زيري، هجمة معاكسة، بلال زيري في وسط الميدان، ربما ليسعد بورحلي في العمق، وتغطية جيدة من حكيم بوبريط، تغطية في المستوى من حكيم بوبريط، واخذ الكرة من امام يسعد بورحلي، كرة لصالح شبيبة القبائل، يسعد بورحلي، يسعد بورحلي، خطأ لصالح يسعد بورحلي ولصالح اتحاد الجزائر. ودائما في حديث مع الحكم، لفت الكرة بسرعة لكن الحكم يأمر بإعادة تنفيذ الكرة من مكان وقوع الخطأ. الآن نور الدين أعصاب هي اللي تحدد مصير وتأكد مصير هذه المباراة. تشوف من هناك مناوشات خفيفة بين بن دحمان وكريم غازي، مخالفة راح ينفذها جحنين. قبل نهاية المباراة بأربع دقائق أو أقل ببضع ثواني التفوق للاتحاد، ومخالفة لصالح اتحاد الجزائر على بعد أكثر من 40 متر. فيش جدار، الجدار الوحيد كان الناس بن دحمان تمكن من صد الكرة، ومخالفة لصالح فريق شبيبة القبائل لربما نقص رتم آخر ومجهود إضافي، ولكن نظرا للمجهودات الكبيرة اللي بذلها اللاعبين بدون تنظيم بصحة التعبير في هذه المباراة لم يأتي بجديد. والدليل في هذا الشوط الثاني كنا ننتظر شبيبة أحسن وأسرع وأفضل من الشوط الأول، حتى الأشغال تبدو أنها توقفت لإتمام بناء المدرجات على الجهة اليسرى. ونتمنى أن الموسم القادم تكون جاهزة حتى تكون نور الدين ربما الصورة أحسن ويكون فيه أنصار يكون لهم الحظ في مشاهدة المباراة الكبيرة لاتحاد الجزائر، وهذه الكرة البعيدة على مرمى هشام زاير، ومحاولة من بن دحمان ولكن عالية. شيء غريب بالنسبة لشبيبة القبائل، لاعب مثل هذا ما نقوموش باستغلال كل الطاقات نتاعو خاصة في هذه الوضعيات والحالات. منذ بضع أسابيع السيد شاي مدرب فريق شبيبة يلعب في بن دحمان كلاعب مدافع أوسط. قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة التفوق لصالح الاتحاد. بن دحمان طولة لمغراوي، ثم تفوق سليم عريبي على نور الدين دهام، دريوش، زيري، عمور، زيري، خطيرة هذه الكرة سريعة، يسعد بورحلي يقطع حاله في آخر لحظة زفور، وإلا لكانت كرة خطيرة جدا، ثنائية بين زيري ويسعد بورحلي، وتماس لأشيو حسين على الجهة اليمنى. المباراة تتجه أو نقاط المباراة ربما ستكون لصالح الاتحاد في حالة الهجوم. هدف ثاني فعلا، لا جانبية، كنت نظن أن الكرة دخلت وزارة الشباك القووي المرة الثانية على التوالي، ولكن لم يوفق هذه المرة. شوف الكرة الجميلة جدا في العمق من أشيو للعمور، وخروج نقول موفق، نقول موفق ما دام انه ضايق عمور وما عطالوش الفرصه الكامله لتمرير الكره كما يجب. اذا عمور ربما لعب الكره وفق الظروف المتاحه. اذا نشوف اللقطه مره اخرى، شكرا بالعيد، بطريقه جيده. اذا لعب الكره
كما يجب، والسقوط ربما سيء، ربما تأثر بهذا السقوط. إذن بحالة ما إذا بقيت النتيجة على حالها هو توجه شبيبة القبائل نحو الهزيمة السادسة في هذا الموسم وانتصار ربما 14 بالنسبة لاتحاد الجزائر، أو هزيمة سابعة بالنسبة لفريق شبيبة القبائل. إذن لحظات الأخيرة ونهاية الوقت الرسمي في هذه الأثناء كما قلت لصالح فريق اتحاد الجزائر أمام شبيبة القبائل. حكم الرابع سيد قسطنلي يقول أنه في 4 أو 3 دقائق وقت بدل ضائع. ركنية في آخر لحظات هذه المباراة ودخول منصف وشوي في اللحظات الأخيرة في صفوف اتحاد الجزائر وصعود الناس القووي. راح نشوف اذا كان يسعد بورحلي ممكن انه يسجل هدف من بعد 50 متر، ولكن سوف لن يحدث ذلك بعد قطع هذه المباراه. نذكر فقط ان الجوله القادمه ستشهد استقبال فريق شبيبة القبائل لفريق رايد القبه، في حين سيلعب في غامبيا فريق اتحاد الجزائر الدور الاول التمهيدي لرابطه الابطال الافريقيه. وقت البدل الضائع نعيش الدقيقة الثانية ومخالفة وكرة على الجهة اليمنى لصالح الشبيبة. صراع كبير على هذه الكرة والكرات الأخيرة، المحاولات الأخيرة لشبيبة القبائل والتفوق لصالح اتحاد الجزائر. عودة مجهوج نور الدين دريوش على الجهة اليمنى لرحب ويلا، وخروج موفق لهشام مزاير، حتى هو متقلق كثير مزاير لأن الخطأ نردين في اللحظات الأخيرة سيكون طبعا مكلف بالنسبة لاتحاد الجزائر. فريد جحنين، كريم غازي، كريم غازي كورته ضائعة إلى التماس لصالح شبيبة القبائل. نفر الكرة موسى صايب ثم نردين دريوش، نور الدين دريوش من هناك لصالح الشبيبه دائما عن طريق سليمان راحوا المدافع الايمن موجود في وضعيه مهاجم على الجهه اليمنى. لكن فقط انه منذ قليل خرج فريد او كريم غازي ودخل منصف وشوي موجود كريم غازي مازال موجود كره راسيه من جانب دفاع فريق اتحاد الجزائر. ثم اشي حسين، اشي حسين تفتك منه هذه الكره، تبقى لصالح شبيبة القبائل داخل منطقة العمليات. محاولة التسديد بقوة، تدخل طارغول، لحظات حرجة يمر بها فريق اتحاد الجزائر. ربما عمور هو اللي غادر أرضية الميدان متأثرا بإصابة. ذكر عمور ومسجل الهدف الوحيد في هذه المقابلة لصالح اتحاد الجزائر، كان ذلك في الوقت بدل ضائع من الشوط الأول. وحديث مع الحكام السيد محمد دنوزة من فريق جحنين سليم عريبي وكذا منير زغدود. تستأنف أو يستأنف اللاعب لصالح بلال زيري، مراوغة أولى ناجحة، لكن الحكم يعلن عن نهاية المقابلة في هذه اللقطة. وثلاث نقاط ثمينة لصالح فريق اتحاد الجزائر أمام شبيبة القبائل، هدف مقابل صفر وروح رياضية عالية بين اللاعبين والكل في هذه المقابلة. نورتين إذا مقابلة قوية بين اتحاد الجزائر الذي فاز بهدف مقابل صفر أمام شبيبة القبائل التي تودع المنافسة بالنسبة للبطولة لهذا الموسم.